صباح الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله عاملين مانيو باذن الله يعجبكم. هنعمل النهارده طاجن تعبين بصوص الطماطم، وهنعمل كمان بودنج الشوكولاته كده بالبسكوت، كمان وصفه ظريفه جدا جدا خصوصا للاطفال اللي بيحبوا الشوكولاته. عاملينها النهارده بطريقه مفيدة. والوصفة الثالثة معانا النهاردة رز بالسبيت عشان ناكله مع طاجن التعابين. تعالوا مع بعض نشوف بقى مقادير طاجن التعابين. التعابين دي من الحاجات اللي أنا ما عملتهاش قبل كده هنا في المطبخ، فأنا حبيت إن أنا نعملها النهاردة بطريقة حلوة وفي نفس الوقت إيه صوص كده يتاكل مع الرز. أنا هنا ده عبارة عن تعبان واحد، أنا حتى ما رضيتش أقطعه، قلت ايه نقطعه سوا مع بعض في الحلقه اهو. بالظبط ده كده يعتبر تعبان. على فكره الحجم ده عامل تقريبا 2 كيلو الا ربع، خلاص. بس خلي بالكم هو من الحاجات الثقيله، مش زي السمك يعني، هو تقيل شويه، فقطعه منه او قطعه ونص بتشبعنا. تمام، معانا كمان مرقه سمك، زبده، ليمون، فصوص ثوم، بصل مبشور، طماطم مبشوره، صلصه طماطم، لومي، كمون، بهارات سمك، وفلفل قرون، فلفل اخضر واحمر. السمك لما بيبقى سنه كده سبايسي بيدينا طعم ظريف جدا. تعالوا كده نقطعه بقى عشان نبتدي نشتغل فيه. اول حاجه هعملها ان انا هحط هنا الزيت والثوم يتشوحوا، وبعدين احط طاجن السمك. دايما الاسماك يعني مش بتبقى زي اللحوم، يعني اللحوم دايما بنحب نعمل ايه شوك كده للحاجه وبعدين نبتدي نحط ايه البصل والثوم. لا، السمك ممكن ان احنا نعكس، يعني ايه، لان هو من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص على النار. ماشي، اهو فصين ثوم، نحط البصلة المبشورة، كذا حد سألني ايه الفرق بين البصل الأبيض والبصل الأحمر. بصوا أنا زمان كنت بستخدم البصل الأحمر بس، يعني مش متعودة قوي على البصل الأبيض، بس لما ابتديت استخدم البصل الأبيض في الأكل حسيته لأ بيدي نكهة مختلفة. البصل الأحمر اطعم على اطعم في السلطات قوي، يعني في السلطه بيبقى طعمه حلو جدا. البصل الابيض بيحلي الوصفات السخنه، بس طبعا لو استخدمنا البصل الاحمر مفيش مشكله، والميكس كمان بيدينا طعم حلو جدا. احنا واحنا بناكل مش بنحس ان في يعني ايه، مش بنحس فرق فظيع، بس ده بيخليه اطعم. هو ده بس ايه الفرق، انه بيخليه اطعم لان ده فيه برضو مسكر شويه وحامي اكتر، والبصله نكهتها قويه فبتبان جدا. خلاص، طيب احط بقى ايه معلقه زيت كده بس ايه حلوه، وعايزاه يا دوبك يدبل عقبال ما اقطع السمك التعبان بتاعي ده. ارقام التليفونات اهي على الشاشه يا جماعه، عشان كذا حد كان بيقول نزلوا لنا الارقام، والحمد لله خلاص التليفونات التليفونات خلاص مظبوطه. حتى من امبارح كنا بنستقبل الحمد لله تليفونات كتير، وان شاء الله احنا بنطالب ان احنا بس يزودوا لنا خط كمان، عشان انتوا دايما بتقولوا ان ايه الخطوط بتبقى مشغوله. خلاص اهو، بصوا بقى انا جايباه متنضف وجاهز، يا دوبك ان انا اقطعه اهو. انا ولا اخدت وقت في ان انا
انضفه ولا اي حاجه. انا بشوف ان السماك عندي هو اللي ينضفه ويخليه وكله، بحيث ان انا ايه يدوبك بس ايه اشوفه كده بالميه والليمون والخل يبقى جاهز. هعمل كده اهو، بيتقطع بسهوله جدا. اشيل بس دي كده من على النار عشان ايه. طيب احط لها بس ايه كده اتبله كده بودره بهارات السمك مع رشه كمون مع اللومي، خلاص، مع ايه فلفل اسود بس. اقلب كده بس، وهحط بقى مكعب زبده معاهم. خلاص عقبال ما اقطع السمك يتقطع كده سكينة عادية خالص زي اي سكينة عندنا في البيت على فكرة. اه حامية بس مش حامية للدرجة يعني. وخلوا بالكم في شوك بس شوك ايه خفيف. هحطها على النار عشان هبتدي ايه احطه دلوقتي. ماشي، طيب ابتدي بقى احطه. كده مش عارفه دي فتحت ليه. بما انها فتحت بقى ايه هقطعه كده. كده ايه بصوا مش هياخد وقت خالص في التحمير، يا دوبك هقلبه تقلبتين اهو لونه اتغير اهو. انا هعمل كل حاجه هنا واسيبه يغلي غلوه وهحطه في الفرن بس ايه يتسبك يعني. خلاص طيب ده كده خلاص. ابتدي بقى احط الفلفل قرون. الفلفل دي يعني بتخلي طعم السمك حلو قوي لو انتوا مش عايزين، وهو ده هيبقى يعني يا دوبك سبايسي مش حراق قوي. لو انتوا مش عايزين سبايسي قوي ممكن نحط بدل دول فلفل اخضر واحمر اللي هو الحلو الرومي. خلاص اهو كده انا حطيت كمان فصين توم كده زي ما هما معانا. سندس ازيك يا غازي عامله ايه؟ ازيك يا سندس اخبارك ايه حبيبتي؟ انا تمام انا بحبك قوي قوي. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. انا مبسوطه ان انا كلمتك يا روح قلبي يا روح قلبي. وانا كمان والله مبسوطه ان انت مبسوطه كده وبسطتيني معاكي على الصبح. مبسوطه قوي. طيب طب يا سندس عايزه تساليني على حاجه؟ لا انا بحب كل اكلك والله وتمام. طب قولي لي دوقتي قبل كده التعابين اللي انا بعملها دي؟
لا بصراحه بخاف يعني. لا بصي انا كنت زيك على فكره والله بجد. كنت زيك بالظبط بالظبط يعني. بس لا جربيها هتعجبك قوي على فكره بجد. ماشي جربيها. طب خلاص خلاص جرب. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا روح. انا كمان زي اغلب الناس يعني في حاجات ما كنتش بفكر اصلا ان انا اجربها او ادوقها. بصراحه يعني لما الواحد جه هنا ولقى ان في حاجات هو لازم يعملها ويظبطها ابتديت احبها. يعني لسه اللي ما بيني وما بينه وما بقدرش اشتغل فيه خالص ولا صراحه ولا اطبخه ولا اشوفه ولا ادوقه حاجتين. الارانب يعني ما قدرتش خالص ان انا اشتغل فيها. ممكن ما اكلهاش بس حتى ان انا اشتغل فيها ما قدرتش. وكمان العصافير يعني في ناس كتير بتحب العصافير والارانب بس انا لغايه دلوقتي ما قدرتش ان انا اشتغل فيهم خالص لان بحس ان الموضوع صعب عليا قوي. مع ان الارانب ده من اكتر اللحوم النظيفه جدا لان هو بياكل جزر بياكل حاجات طبعا كلها ورقيات او جزر فطبعا دي حاجات حلوه ومفيده جدا بس يعني يمكن عشان شكله بس بحس ان هو بيخوفني شويه. خلاص بصوا بقى اهي ده الطاجن تمام. هحط بس ايه معلقه صلصه طماطم عشان عايزاه لونه احمر شويه عن كده. ماشي بس هسيبه بقى ان هو يغلي. ارش رشه الليمونه الجميله دي. الليمون انا ما حطيتش ملح خلاص هحط دلوقتي. ليه؟ لان البهارات فيها حدوقيه وكمان المرقه هدوقها بس كده. والليمون طبعا اللي انا حطيته بيدي حدوقيه بسيطه فهدوق كده واشوف ايه اخبار الملح ايه. ممكن نحط رشه ملح وهعصر عصره ليمونه بس لما يطلع من الفرن. خلاص نجيب الطاجن بقى كده. سامعاك. حاضر هحطه بس الطاجن واطلع فاصل. ماشي اهو. كده كان في طاجن اصغر. خلينا في الاصغر احسن عشان ايه يبقى احلى كلهم كده لازقين في بعض. يعني انا شايفه ان الكميه دي تقضي اربع افراد على فكره مستريح. يعني بصوا اللي هو جبنه تعبان واحد تقريبا 2 كيلو الا ربع يقضي اربع افراد مع طبعا الرز اللي انا عاملاه اللي بالسبيت. يعني انا بتكلم عن الوجبه كامله كده. خلاص طيب احنا بقى هنطلع فاصل. انا في الفاصل هحط ده في الفرن. على فكره انا حاطه لومي عشان ما قلتلكوش ان انا حطيته. حطيت لومي انتوا ممكن تكونوا شفتوني بس وانا بحطه. اللومي بيخلي نكهه الطاجن ظريفه جدا اهو كده زي ما انتوا شايفين كده زي ما هو كده. هدخله بقى الفرن وان شاء الله والحلقه في نهايتها نبتدي نطلعه عشان يكون اتسبك. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل هنعمل بودنج الشوكولاته. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل هنعمل دلوقتي رز اللي بالسوبيت. قالوا لي خلي الحلو كده في الاخر عشان ننهي الحلقه بالحلويات. طيب الرز اللي بالسوبيت النهارده بصراحه انا هعمله بطريقه جديده خالص ما عملناهاش قبل كده مع بعض. المكونات عاديه وبسيطه بس الفكره ان الحاجات اللي احنا مدخلينها جوه الرز. رز عادي مصري كده ما فيهوش مشكله خالص ومعانا مكعبات من الفلفل الاحمر مكعبات من الفلفل الاخضر شبت كمون بهارات سمك وصلصه طماطم وطبعا سبيت وطماطم مبشوره وتوم مفروم. السبيت ده انا زي ما هو كده جايباه صوابع. كل اللي انا هعمله ان انا هقطعه مكعبات صغيره.
خلاص عشان الهدف مش ان هو يبان في الرز، هو هيبقى مخلوط كده جوه الرز. وعايزه اقول لكم طعم الرز ده جميل جدا ومفيد طبعا جدا، عشان فيه خضار وفيه حاجات، وكل الخضار كده مفروم جواه مش باين، عشان الناس اللي بتقعد تقول ايه مش بحب اكل خضار. الرز هنا فيه خضار ومعمول بطريقه ظريفه ان احنا ناكله. خلاص اهو بس كده ايه، شوتي كليبس. بصوا المقادير هي عندكم على الشاشه، ماشي؟ دي مقادير كوبايه رز واحده، تمام؟ كوبايه الرز الواحده انا عامله معاها ربع كيلو صبيت، لو هنزود عن كوبايه نزود شويه صبيت، خلاص؟ عشان احنا اصلا عاملين رز بالصبيت فعايزينه ايه؟ يبقى يعني باين في الرز. طيب هنحط هنا بقى ايه؟ الزيت هنا. هنحط الزيت كده. واول حاجه هحطها هو البصل واسيبه يتكرمل شويه اهو. البصل عايزاه بقى ايه؟ يتكرمل شويه، مش هحطه كده على طول، لا انا عايزاه يبقى ايه؟ لونه ذهبي غامق. خلاص اهو. وكده وهو كده شغال هجيب الثوم اقطعه شرايح، يعني ثلاث فصوص ثوم كده شرايح مش مفروم. واحدة كمان. بس. وهسيبه كده. عشان ايه؟ مش هحطه دلوقتي، هستنى بس البصل يلون اكتر من كده. هجيب بقى السبيطه اقطعه واجهزه. بصوا بصوا هو جاي كده جاهز اهو اهو. بصوا هنقطعه ازاي؟ هنقطعه مكعبات. بصوا ماشي. وعايزه اقول لكم ان انا مش هحطه دلوقتي خالص، انا بعد لما هحط الخضار كله هبتدي احط السبيت، لان السبيت لو اتحط من دلوقتي هيجلد. هو احنا هنحطه في الاخر، يعني هو انا مش عايزه اشوحه، انا عايزه اشوحه لما الخضار سواء الفلفل او الطماطم او البصل ينزل ميته، واقوم حطاه كده في النص. لان احنا لو حطيناه من الاول، يعني لو انا حطيته دلوقتي من الاول وابتديت بقى احط عليه الخضار، عقبال ما نحط الرز ويستوي هيكون جلد. ماشي. دي بقى ايه يعني؟ حاجات كده احنا عملناها خبره كده، الواحد جرب عملنا كده وعملنا كده، لقينا الاطعم الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، ان احنا هنحط السبيت بعد لما نحط الخضار وننزل ميته ونشوحه. خلاص. بصوا ربع كيلو ما شاء الله بيعمل كميه حلوه، هو ده اللي بقوله ان انا عايزه السبيت يبان كده، يعني يبقى رز بالسبيت باين، مش يبقى ايه اتنين تلاته بس، لان هو بس اللي موجود. وممكن الوصفه دي نزود عليها البيبي الجمبري، لو عندكم في البيت بيبي جمبري ومش عارفين تعملوا ايه ممكن نزود عليها، وممكن ان احنا نعمل رز بالسبيت كده زي ما انتم شايفينه، وبيبي الجمبري بقى نشوحه كده بالتومه ونعمل عليه طماطم مبشوره وصلصه طماطم ونسيبها تتسبك، وبعدين نبقى نحط الصوص ده على الرز. اهو البصل ابتدى يلون، هبتدي بقى احط الثوم. هبتدي احط الثوم دلوقتي واقلب، هسيبه كده سنه، عايزه كل حاجه تتشوح كده براحتها. احط له فلفل اسود، ملح، بهارات السمك، ممكن نحط بابريكا، هنحط كمون، يعني الحاجات اللي بتلي عليه البابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، الكمون طبعا.
اسيبه بس ايه يتشوح شويه كمان، لا يغمق شويه اكتر. خلاص طيب نحطه ده بس كده عشان كله بقى هيتحط مع بعضه. ممكن نقطع بقى الايه الفلفل. النهارده الاكل كده كله ايه حرش كده شويه سبايسي. عشان الناس اللي كانت طالبه حاجات مشطشطه اهو، بس هو مش هيبقى مشطشط قوي برده. ابتدي بقى احط الفلفل وده كمان احط بس معلقه زيت، وهنحط زبده بس الزبده مش دلوقتي. خلاص اشوح الخضار كويس قوي بالزيت وبعدين احط له الزبده عشان الرز يبقى كده مفلفل وفي نفس الوقت طري وبيلمع. وبس الفلفل هنا متقطع كبير شويه، يعني كان المفروض اصغر من كده شويه. حاضر، ما ممكن حد تاني يشتغل بدل ما انا اعمل الحركه دي. هقول لك في الفاصل. اهو تمام، استنى بقى يدبل كده كده كده. احط الفلفل اول ما الفلفل يبتدي يدبل هبتدي احط الطماطم المبشوره. بصوا كل ده انا ما حطيتش السبيت لسه اهو، الطماطم المبشوره مع معلقه من صلصه الطماطم عشان الرز يديني كده لون احمر خفيف، والمعلقه صلصه الطماطم ما تبقاش كتيره. خلاص يعني نعمل طماطمايه كبيره مع معلقه صغيره من صلصه الطماطم. اسيبه كده ايه شويه، نشيل الحاجات دي كده. بصوا بصوا اهو لون وابتدى يتسبك اهو. خلاص اول بس ما الميه تنشف حاجه سوء بسيطه قوي ابتدي بس ايه احط اهي الميه ابتدت تنشف. حاضر بس احط السبيت والرز والميه ونطلع فاضل. لا كل دول مش هياخدوا دقيقة ان شاء الله، مية بس تنشف شوية. بصوا كل الخضار ده بالطماطم مش قادر احكي لكم هيخلوا طعم الرز عامل ازاي. اهو كده كده نقلب بقى كده ماشي، وهستنى برضو ايه الطماطم تتسبك. طب بصوا لو انتوا لازم تطلعوا فاصل عشان ايه عايزه اسبكها اكتر من كده، نطلع فاصل ونحط الحاجات الحلوه اللي هنعملها نسقط الرز بعد ما نرجع من الفاصل. نحط الرز وبعد كده نرجع نكمل وصفه البودنج اللي بالشوكولاته. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي بصوا حله الرز اهو، انا حطيت لها بس في الفاصل مرقه سمك ماشي اهو، وغاليه ميه كمان. هحط بقى كوبايه الرز بتاعتي وهقلب واسيبه ثواني بس، ثواني اشوف اتشرب قد ايه، اشوف محتاج ميه تاني لان الخضار بينزل ميه، فمش عايزه ايه احط له ميه كتير.
خلاص. يعني ده ايه؟ ده مثلا الكميه اللي انا عاملاها دي محتاجه كوبايه وربع رز، عشان كده ايه انا جايبه اهو كده. تمام، مش هحط ميه تاني، خلاص كفايه مرقه السمك. كل اللي هحطه بقى هحط زبده، ماشي، وشبت كده. الشبت بقى ما اقولكوش على الطعم اللي بيديه للرز. اغطيه بقى واسيبه يستوي، وان شاء الله ما بياخدش وقت خالص، يعني من 20 دقيقه ل 25 دقيقه بالكتير قوي لو احنا مهديين النار. خلاص. طيب هنا بقى جينا بقى للوصفه، وصفه الحلو اللي الناس دايما بتستناها، عشان احنا دايما بيبقى عايزين في الحلويات نعمل حلويات جديده، وفي نفس الوقت الناس بتبقى نفسها تاكل حاجه حلوه وطعمها حلو وبسيطه. اولا ما تبقاش مكلفه، ثانيا تبقى سهله مش صعبه، لان الناس لما بتلاقي الحاجه الحلوه صعبه ومحتاجه ان هي تاخد مننا مده وتلاجه ويوم وتبات ونفرد ونعجن وكده بيكسلوا، يحبوا يتفرجوا على الحاجه بس ايه يكسلوا يعملوها، بيحسوا انها ممكن لو عملوها بعد لما يشتروا الامكانيات بتاعه الحاجه ممكن انها تبوظ، فيقولوا حرام ايه جبنا حاجات وفي الاخر باظت. فانا دايما بعتمد على الحلويات اللي انا بعملها انها تبقى في متناول ايدينا، وفي نفس الوقت سهله وبسيطه ومش هتبوظ، يعني هي صعب جدا جدا انها تبوظ، ولو باظت ممكن تتاكل برضو ايه بس مش هيبقى شكلها حلو. خلاص. طيب البودنج بتاعنا النهارده اولا مفيد جدا وحلو قوي وبيدي طاقه للولاد، سواء ولاد او بنات يعني من الاطفال والناس اللي بتحب تروح الجيم وتاكل حاجه تبقى شجري وفي نفس الوقت مش حاطين فيها سكر كتير، ده برضو من الحاجات الحلوة جدا. ودايما بقول الحاجات دي ما تتاكلش بعد أذان المغرب، عشان لما نعرف ننام ننام بطريقة مريحة ما نبقاش عندنا أرق في النوم. خلاص. طيب عندنا ايه النهاردة بقى؟ عندنا بودرة مهلبية الشوكولاتة، دي موجودة جاهزة في السوبر ماركت عادي خالص، موجودة جاهزة اهي. وعندنا كمان بسكوت، البسكوت ده اللي احنا عارفينه اهو، المدور اللي بالشوكولاتة اللي بيبقى جواه كريمة اهو، ده بصوا اهو المدور ده اللي بيبقى نفتحه كده يبقى جواه كريمه. انا كمان جايبه النهارده الكريمه اللي جواها شوكولاته برضو، احنا فارمينه في الكبه بالكريمه بتاعته اهو، بيبقى طري جدا. معانا شوكولاته، معانا شوكولاته مبشوره، معانا قشطه، معانا لبن، معانا كريمه. خلاص. طيب كل الحاجات دي موجوده وسهله. الصنف الوحيد اللي ممكن نستغنى عنه في الوصفه دي هي يا قشطه يا كريمه، يعني لو مش عايزين تحطوا الاثنين نحط حاجه واحده منهم المتوفر. خلاص. ودايما بقول نجيب في البيت كريمه الحلويات حتى لو كبيره، لانها بتنفع عندنا حلو وحادق، عايز الكريمه الحادقه بتنفع حادق بس. طيب حطينا اللبن، نحط بقى ايه بودره المهلبيه دي، عباره عن 3 معالق كبار على نص كوبايه، نص لتر لبن. خلاص نقلب كده، نقلب كويس قوي ونحطها على النار لحد ما احس انها هتتقل، مش تقلت هتتقل، عشان ابتدي احط بقيه المكونات بتاعتي. خلاص اهي، ما نستناهاش تتقل خالص، نستناها نشوف وهي بتتقل نبتدي نحس ايه ايه دي. خلاص اهو نقلب 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 كده. نشيل بس الحاجات دي كده. ونطلع الطاجن بقى ده كده من الفرن، خلاص بقى جاهز. عايزه اقول لكم التعابين اصلا زي ما بقول تقيله ودسمه، بصوا مطلعه دهون عامله ازاي، بس طبعا طعمها حلو جدا، يعني دي دهون طبيعيه بقى. استنى
استنى يبرد شويه وننضف ايه الشوائب اللي طلعت دي. طيب اهو هيتقل دلوقتي، هيتقل ابتدي بقى احط البسكوت المفروم. عايزه اقول لكم الطعم بقى ناعم كده على ايه، يعني طعم جميل جميل جدا جدا جدا. احط بقى الكريمه بس، واقعد اقلب بقى لحد ما يتقل خالص. اول ما يتقل بقى هبتدي ازود القشطه. امسح بس ده كده. هو احنا عندنا فاصل تاني ولا خلاص؟ والله طيب لا لسه شوية ثواني. طيب انا فاكرة ان احنا ما عندناش. اهو ابتدى يتقل اهو، خلاص هيتقل. طبعا ما تسيبوش الموضوع كده زي ما انا سبته، بس احنا عشان البوتاجاز هنا برضه كهربا بيبقى الى حد ما مش حامي قوي على الحاجة، وبعدين انا سبته ثواني، فخلوا بالكم بوتجاز البيت. اغلب الناس عندنا البوتجاز عندنا في البيت اللي هو بشعل عادي، فايه لا احمى كتير من الكهرباء. بصوا بقى، بصوا تقل ازاي، وكل ما هقلب كل ما هيتقل اكتر، وكل ما هقلب ويتقل. عايزه اقول لكم الريحه بقى اللي داخله كده جوايا، ريحه الشوكولاته، يعني عايزه اقول لكم ريحه حلوه جدا. اهو ابتدى يتقل اكتر واكتر كمان، اهو اهو وهو بس بيتقل كده. عشان عايزه اغمقه شويه هبتدي احط له، وهو غامق كمان هبتدي احط له بس ايه شويه كده من صوص الشوكولاته، او لو عندنا اصلا شوكولاته في البيت ممكن نقوم ايه مكسرينها وحاطينها. خلاص اهو بصوا، عشان بس ايه بيديله اللمعه الحلوه دي. بصوا اللمعه عامله ازاي اهي، عشان لسه هحط ايه قشطه، بس ايه مش هنحط قشطه كتير كده. خلاص كويس جدا اهو. عايزه اقول لكم بقى ان هو من مميزاته ان ممكن يتعمل قبل ما، لو احنا عندنا ضيوف ومش عارفين نعمل لهم ايه قبل ما الضيوف يجوا بساعه، بنص ساعه يعني عقبال ما يقعدوا ونديهم حاجه يشربوها او عصير هيكون جامد في الثلاجه. يعني دي طبعا من مميزاته. يعني هنحط اهو بقى معلقه قشطه. وتقولي لي ليه الحاجه، هو بيتعمل كده. الناس اللي بيقعدوا يقولوا احنا عايزين ناكل الحاجات زي ما بنطلبها في الكافيه او في المطعم، هي بتتعمل كده، بس احنا عشان مش بنشوفها بنلاقي في الاخر طعم حلو، مش بيبقى عارفين هي قد ايه دسمه وقد ايه فيها حاجات. بس احنا في البيت على الاقل عارفين ان الحاجه اللي احنا بنعملها كلها ايه طازه ومن الثلاجه على البوتاجاز على طول. اهو نبتدي بقى نغرفها. طواجن فخار، طواجن عندك اللي هي السيراميك او اللي هي البيضه دي، انا هوريكم النسخه عاملاها في ايه ودي انا عاملاها في ايه. ممكن بس ايه خلاص هوريكم هغرفها ازاي. لا ما لا عيب تزروت، عيب عيب. بصوا عامله ازاي اهو. هنعمل كده ثلاثة قدامكم ونطلع فاصل. هنرجع من الفاصل ان شاء الله نكون طلعنا النسخة اللي احنا عاملينها للبودنج البسكوت ده، بودنج بسكوت الشوكولاتة. وكمان هوريكم الرز طبعا اللي انا عاملاه نسخة، لان ده هيقعد شوية كده على النار ولازم يهدى شوية كمان قبل ما يتغرف، عشان هو ده بيبقى فيه نسبة مية نازلة من الخضار، فعايزين الخضار ينشف على قد ما يقدر.
وكمان هنزوق بقى البودنج بتاعنا عشان لو عندنا ضيوف نوريهم احنا عاملين ايه في البيت. خلاص نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى النسخه اللي انا عملتها، بصوا عامله ازاي وجمدت. عايزه اقول لكم انا عاملاها قبل الهوا على طول، يعني يا دوبك قبل ما نطلع الحلقه عملتها ودخلتها التلاجة، طلعت شكلها لطيف جدا، حطيت عليها شوكولاته مبشوره كده، وهقوم مزوقاها بقى كده بالايه. لا انا مش هزوقها دلوقتي عشان ما اتسحش، نغرف الرز الاول وبعدين نزوقها، ماشي؟ عشان ايه نزوقها ونطلع فاصل على طول، عشان ايه قصدي ننهي الحلقه عشان تبقى جاهزه. بصوا بقى الرز اللي انا عاملاه نسخه اهو، بصوا لونه حلو ازاي، لونه حلو جدا. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، هتحسوا بطعمه مختلف للرز السمك اللي احنا متعودين عليه، يعني هو رز سمك بس غير اللي احنا على طول بنعمله. عايزه اقول لكم جميل جدا جدا جدا، وفعلا ان شاء الله تجربوه وتدعوا لي كده وتقولوا لي قد ايه ان هو كان طعمه حلو. ماشي، هو احنا قرينا النهارده على التليفونات ولا ايه؟ امبارح التليفونات ما كانتش بتسكت. اللي هما مين بقى؟ معرفش. ايوه كده، بصوا اهو. عايزه اقول لكم ظريف جدا جدا جدا، معاه بقى الطاجن، طاجن التعابين. بصوا عامله ازاي اهي، عايزه اقول لكم هي دسمه دسمه فعلا يعني. فعشان كده بقول التعبان الواحد ده اللي هو 2 كيلو ولا ربع تقريبا، ده يكفي اربع افراد مستريح مع الرز. ونحلي بقى بالبودنج وكده. عملنا النهارده مثلا يعني حطينا على السفره، بصوا بس رز وطاجن سمك تعابين، ومعانا ممكن طبق سلطه. الكميه نحس انها قليله، لكن هتكفينا ونشبع وهنتبسط. بس هرش رشه كده ليمون كده. ما هو باين عليه، بصوا عامل ازاي، يعني هو حته ونص كده كده يبقى اكيل يعني. تمام، طيب اهو نبتدي بقى. طبعا الفينش اللي انا بعمله ده زي ما انتوا حابين، يعني لو عايزين تقدموه كده هو حلو جدا. ممكن بس نحط مثلا لو عندنا عين جمل، عندنا فستق، عندنا الحاجات دي ممكن ايه نزودها. خلاص، بس في ناس بتحب قوي الكريم شانتي على الحاجه. معانا منال. ايوه كده يا منال، انت سامعاني ولا ايه؟ ايوه سامعة. ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ تمام حضرتك، ما شاء الله عليكي، اكلك جميل وكل حاجه. يا حبيبتي ربنا يخليكي، يا حبيبتي ربنا يخليكي. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. اتكلمتينا على طول ولا وقفتي شويه؟ يعني حبه صغيره خالص يعني. طيب الحمد لله، اتفضلي يا حبيبتي. بقول لحضرتك ممكن بس انا مش عارفه اسال، ينفع اساله ولا لا؟ حضرتك كنت عايزه اعرف حضرتك نزلت في الوزن ازاي؟ ماشي. لا انا قلت على فكره كذا مره، قلت ان انا لما نزلت في الوزن، لما الناس كانت بتسالني ان انا عملت عمليه، بس دايما بقول ان العمليه اللي انا عملتها دي يعني دي كانت اخر اوبشن اللي احنا نعملها، ومش معنى ان احنا عملنا عمليه ان احنا مش هنتخن خالص بعد كده. لا على فكره الموضوع بياخد مجهود، والعمليه مش حاجه سهله ولا بسيطه، بالعكس صعبه وعايزه اراده قويه. بس كل واحد بيبقى عارف امكانياته. بس انا شايفه ان يعني احنا بقى عندنا انظمه غذائيه دلوقتي كتيره جدا نزلت احلى من العمليه، بالذات النظام الانقطاعي. يعني ده اللي انا ماشيه عليه على فكره بقالي تقريبا 7 شهور، انا ما باكلش حاجه بعد اذان العشاء، وببتدي اكثر الصيام ده او ان انا ابتدي افطر على الساعه 10 11، من 14 ساعه ل 16 ساعه. الوقت ده ان احنا ما نقفل بقنا وما ناكلش اي حاجه، بس ممكن نشرب بقى شاي، ينسون، نعناع. فعلا بيفرق جدا، ومش بس بيفرق في ان احنا بننزل وزننا، لا
هو بيفرق في الريشيبنج بتاع الجسم، بنحس ان جسمنا بينحت نفسه بنفسه حتى واحنا ما بنلعبش رياضه. فدي بجد دي اكتر حاجه انا ممكن انصحكم بيها ان انتوا تعملوا الانقطاع بتاع الاكل ده، ده فعلا فرق معايا كتير جدا، وهتلاقي نفسك خسيتي من غير ما تبقي متضايقه قوي وانت حارمه نفسك من الاكل. خلاص اهو بصوا الحاجات اللي احنا عملناها اهي. عايزه اقول لكم انا بقول لكم كل حاجه، اصل يعني الواحد ما بيعملش حاجه يعني يخبيها غلط عشان يخبيها. اهو حط بقى كده البسكويت. بصوا بأقل الإمكانيات، يعني إمكانياتها قليلة جدا ومش مكلفة خالص، عملنا بودنج الشوكولاتة اللي بالبسكوت بإمكانيات قليلة جدا، وفي الآخر طالعة في منتهى الشياكة. الطبق الصغنن ده مش اقل من يعني فوق ال 55 جنيه في اي كافيه او اي مطعم متوسط، واحنا عملنا 5 بولات ممكن ما كلفناهوش التكلفه دي. كده النهارده عملنا 3 وصفات، ان شاء الله كده تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم. الثلاث وصفات اللي احنا عملناها عباره عن بودنج الشوكولاته اللي بالبسكوت او بالبسكويت الشوكولاته اللي بكريمه الشوكولاته، وعملنا كمان طاجن تعابين السمك اللي انا اول مره اعمله، وان شاء الله تجربوه معايا زي الناس اللي كده زيي بيحبوا لما انا بعمل حاجات لاول مره، بحس ان هم بيجربوها وبيتشجعوا، وان شاء الله يعجبكم. وعملنا كمان رز بالسبيط مع الخضار، نقطع كله صغنن صغنن كده عشان يدوب ويبقى طعمه حلو في الاخر. ان شاء الله اشوفكم بكره على الهواء الساعه 10. اللي كان بيسال على ان الحلقه بتنزل امتى، بتنزل على اليوتيوب وهتلاقوها على صفحه سفره، اتفضلوا عندنا على الوصفات، هتنزل على طول تقريبا بعد نص ساعه او ساعه بالكتير قوي بعد لما الحلقه بتنزل بالتفصيل الممل جدا، وممكن تتفرجوا على الفيديو كمان. اشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 10 الصبح. باي باي.